ربما تتقابل يوماً ما مع شخص يشبهك في بعض جوانب حياتك، ربما يمتهن نفس مهنتك أو يلعب نفس اللعبة التي تلعبها، ولكن ماذا لو كان قد مر تقريباً بكل ما مررت به؟ قد تظن أن الأمر مستحيل، ولكنك ستغير رأيك بعدما أسرد عليك قصة الرجلان اللذان ساقهما الحظ التعيس للتواجد على متن سفينة تايتانيك سوياً قبل أن ينجيا معاً ويتحولا لأسطورتين في عالم التنس. إليك التوام اللذان لا يعرفان بعض، ريتشارد ويليامز وكارل بيرل. ريتشارد نوريس ويليامز من مواليد يناير لعام 1891 في جنيف لوالدين أمريكيين من أقارب بنجامين فرانكلين. في عام 1912 أي عام حادث السفينة المشهورة كان ويليامز بعمر 21. آنذاك كان يتحضر لرحلته عبر الأطلسي للالتحاق بجامعة هارفارد بعدما تم قبوله في قسم التاريخ والتكنولوجيا. في تلك الأثناء كان ويليامز يحظى بمسيرة جيدة في عالم التنس ويحلم بأن يصبح لاعباً كبيراً. وأخيراً بعد وصوله مع والده إلى شيروبورج بفرنسا صعد على متن السفينة التي لا تغرق كما وصفها صانعيها، وهناك التقى بوجهاً مألوفاً له. إنه كارل بيرل لاعب تنس آخر وقد تقابلا في بعض المناسبات القليلة. لم يدرك الرجلان آنذاك أن هناك رابطاً بين قدريهما أكبر مما يعتقدان. في تلك الأثناء كان عمر كارل 26 عاماً حيث ولد في بروكلين بنيويورك في عام 1885 وأنهى دراسة القانون في جامعة ييل، كما مثل الولايات المتحدة في نهائي كأس ديفيز للتنس في عام 1907. لذا لم تكن رحلته على متن تايتانيك لأغراض مهنية مثل ويليامز، ولكن كانت لأسباب عاطفية بحتة، حيث صعد على متن السفينة فقط لملاحقة حبيبته هيلان بعد أن اصطحبها والدها على متن تلك الرحلة لإبعادها عن كارل بسبب رفضه لأية علاقة تجمع بينهما. لذا كان اللاعبان على متن السفينة كليهما في الدرجة الأولى، كليهما في أعمار متقاربة، حتى أنهما اشتريا تذكرتين من نفس الفئة السعرية تحديداً ب30 جنيه استرليني، أي ما يعادل اليوم 2880 جنيه استرليني. وما هي إلا أيام قليلة منذ لحظة الإبحار إلا ووقعت الكارثة. لقد اصطدمت السفينة بالجبل الجليدي وبدأ الجميع في الفرار. لم يصعد كارل على متن قوارب النجاة كغيره من الركاب، بل وقف ببطولة لإنقاذ حبيبته ووالدها ومساعدتهما على الصعود لقوارب النجاة أولاً. وبعدما تأكد تماماً من صعودها لقارب النجاة رقم 5، بدأ في مساعدة النساء والأطفال، وأخيراً لم يجد سوى حافة القارب ليقف عليها ويبدأ بالتجديف وإكمال عمله البطولي لإنقاذ صاحبته. بينما ويليامز لم يختلف وضعه كثيراً، حيث تحلى بنفس القدر من الشجاعة، فقد اصطحب والدها وهرعا ينقذان أكبر عدد من الركاب ويساعدهما في الوصول لقوارب النجاة. وبعد امتلاء جميع القوارب وبدء إبحارها بعيداً عن السفينة، لم يجدا لنفسهما مكاناً بإحدى القوارب. آنذاك بدأ ويليامز يفكر في طريقة للنجاة. في تلك الأثناء سقطت مدخنة عملاقة بالقرب من ويليامز وأبيه، فسقطا في المياه التي جرفتهما بعيداً. في نهاية المطاف عثر ويليامز على قارب قابل للطي فتمكن من الصعود على متنه، وبعد عدة ساعات قضاها ويليامز في المياه المتجمدة وصل رفقة بعض الركاب الآخرين إلى قارب نجاة رقم 14 وصعد على متنه، وفور صعودهم إلى سفينة RMS كارباثيا بدأوا في تلقي الرعاية الطبية اللازمة. آنذاك كان ساقي ويليامز قد تحول لونهما للبنفسجي الغامق بسبب بقائهما في المياه المتجمدة فترة طويلة، وعانى من آلام شديدة أسفل الركبة. أخبره الطبيب أنه يجب بتر ساقيه، إلا أنه رفض وفضل أن يموت بساقيه على أن يبترهما ويفقد مسيرته في عالم التنس. بينما كان بيرل في تلك الأثناء على متن نفس السفينة، ولكنه كان سليماً ويكمل مهمته الأخلاقية في إنقاذ باقي الركاب. المثير أن بيرل نفسه كان ممن استقبلوا ويليامز على متن السفينة وقدموا له المساعدة باعتباره من المصابين. بدأ ويليامز ممارسة تمارين المشي ولتنشيط الدورة الدموية في ساقيه، ومع الوقت استطاع التعافي تماماً. مضى الحادث وعاد كلا الرجلين لحياتهما الطبيعية، وبعد 6 أسابيع فقط عادا للعب التنس لتحدث المفارقة الكبرى، حيث تقابلا كلا من كارل وريتشارد في مباراة تنس ضد بعضهما البعض، وقد خسر فيها ويليامز.
ومضى كارل بعدها في مسيرته بينما ازدهرت مسيرة ويليامز للغاية، خصوصا بين عامي 1914 وعام 1916، حيث عاد للتغلب على كارل في ربع النهائي وأكمل انتصاراته ليحقق لقب البطولة، كما فاز بألقاب بطولة الولايات المتحدة للفردي وبطولة ويمبلدون الزوجية. وفي عام 1924 فاز بالميدالية الذهبية الأولمبية في الزوجي المختلط. ومع مرور السنوات بدأت الجرائد والمجلات تكتب عن مسيرته الباهرة. انتهت مسيرة كل من ريتشارد وكارل، وكتبت وسائل الإعلام عن إنجازاتهما باعتبارهما أحد أساطير اللعبة. كما تم تخصيص مكانا لكليهما في قاعة مشاهير التنس، إلا أن تشابه أقدارهما لم يقف عند هذا الحد، فحتى بعد تقاعدهما اختار كليهما نفس المسار المهني تقريبا، حيث توجه ويليامز للعمل المصرفي وتولى منصب رئيس الجمعية التاريخية في بنسلفانيا، بينما سلك كارل نفس المسار تقريبا في عالم الأعمال المصرفية وأصبح مدير شركة أنتر كيميكال. أخيرا صدر عن كليهما كتاب يحكي إنجازتهما ويسرد بعضا من تفاصيل القدر الغريب الذي ربط بين الرجلين طيلة تلك السنوات. والآن أخبرني، هل سبق ووجدت من حياته تشبه حياتك إلى ذلك الحد؟ لا تنسى إخباري في قسم التعليقات. أراك في الفيديو القادم، إلى اللقاء.